فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل للإنسان أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر؟ نعم، يجوز هذا حسب النية. إذا نوى الظهر خلف من يصلي العصر، مثل عليه الظهر فايته، عليه الظهر فايته ولازم تقدم على العصر للترتيب، أقاموا صلاة العصر ما يخالف، ادخل معهم بنية الظهر، إذا سلموا قم وجيب صلاة العصر. نعم.